اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية التفعيل الخفيف في تخفيض. نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الميزة المتقدمة، وبعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إزالة الرسومات المتحركة، وبعدها سوف نقوم بالضغط هنا على خفض الشفاف والتمويه. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بتفعيل خفض شفاهي والتمويه، وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.